السلام عليكم. اليوم محاضرتنا راح تكون عن الربديسلاب. راح نبدأ بتوبي ربديسلاب. السبانز إلها 6 7 6 وبالاتجاهين. في عنا جسر على محيط البناية أبعاده 30 ب 60 وفي عنا جسورة داخلية أبعادهم 120 في 32. الأحمال راح تكون عندنا الديد لود 5 كيلو نيوتن، هذا السوبر ديد بسموه، اللي هو البلاط والبطانة والأواطع، ووزن طوب العقدة. وعندنا اللايف لود 3 كيلو نيوتن. أما السلف ويت وزن العقدة البرنامج لحاله بيحسبها. نجي ناخد سكشن في الرب اللي بدنا نصممه، 52 سنتي الفلانج، 32 سنتي ارتفاع العقدة، عرض الرب عبارة عن 12 سنتي. في شغلة راح نستعملها لما نجي نرسم الحديد أو لما نجي نشوف حسابات الحديد، إنه السبيسينج عنا دائما بكون نص الفلانج. ليش نص الفلانج؟ لأنه عنا قضيبين في 52 سنتي، معناته لكل قضيب 26 سنتي اللي هي تمثل السبيسينج، مكافئة للسبيسينج إذا بدنا نكون أدق. هلقيت بدنا نبدأ المسألة. خليني أطفي الجريد هذا واجي أقول نيو، نتأكد من الوحدات مترك. نجي عندي أربع جريد بكل اتجاه، عندي قلنا المسافات السبانز عندي 6 7 6 بالاتجاه X و 6 7 6 باتجاه الواي. نبدأ على التعريفات، نبدأ في الماتيريال بس تعديل لا أكثر ولا أقل. هاي الـ FC برايم 24 ميجا باسكال، مودولاس أوف إلاستيستي 23-270 اللي هي تمثل 4750 جذر الـ FC برايم، وكثافة الكونكريت 25. هذا بالنسبة للكونكريت. بالنسبة للستيل رقم واحد اللي بده تعديل اللي هو 420 ميجا باسكال. نجي نعرف العقدة، راح أسميها two way ribbed slab. two way ribbed راح أسميها، باجي على الوفل. طبعا ما فيش فرق بين الوفل والربد إلا في وجود الطوب، ولكن نفس التصرف راح تكون. السمك 32 سنتي، التوبينج 80، عرض الرب يعطيك رقمين، الرب من الأعلى والرب من الأسفل. نعم مش مختلف. وعندي 520 اللي هو الفلانج بالاتجاهين زي بعض. لو رجعت للأوتوكاد 120 من الأسفل و 120 من الأعلى، عرض الفلانج بالاتجاهين 520 يعني على النحو التالي. لو جينا لهوني أول إشي هاي الرب، من هون 12 سنتي 120 ومن هون لهون من التوب 120، هذا بالنسبة لعرض الرب. بالنسبة للفلانج هاي من هون لهوني 520 أو 52 سنتي، ومن هون لهوني نفس الإشي 52 سنتي. عشان هيك إحنا بندخل رقمين للرب، لعرض الرب والعرض الفلنج. نرجع، هاي بجي على الديفاين على البيمز، هاي آدي نيو بيم. هاي البيم الأول هو عبارة عن 30 في 60، الثيك الكفر جروس عبارة عن 60 ملي بالتوب وبطن. هاي بدي عندي البيم اللي في الوسط 120، متر وعشرين في قديش؟ في 32، 1200 لأنه بالمليمتر، وهاي 1200 وهاي 320. هاي خلصنا تعريف البيمز. بجي للأعمدة، هاي قادم يضربك فيش إلا عمود واحد، كل الأعمدة عندنا 500. هذا عشان يصمم على الفيس اوف سبورت. هاي بجي برسم الأعمدة أول خطوة، مشكلة هو بيأثرش أنه بدك ترسم قبل. هاي بدي أختار الأعمدة، هاي بدي أقولهم أصاين للأعمدة، أسويهم بين بين. سويت العمدان
بن بن هاي تبدأ أرسم العقدة. مش ستيف هي تو وير بسلاب من السنتر للسنتر، وبدي أزيد المسافة هذه edit area expand shrink على 250 على الإديت على expand shrink. بعدين بجي برسم الجسور، جسورة الوسط هذولا، هاي جسر، وبعدين أجي أختار الجسور على الداير. هاي خلصت رسم الجسورة، لقيت بجي بعلم العادة assign load data هي surface load الديد 5 و اللايف هي load data هي surface 3. هاي خلصنا. بقيت بجي على long term بدقق الديفليكشن، هاي بجي على load cases add copy هاي ديد 1 أو كراكت، خليني أسميه كراكت ديد، هاي كراكت ديد، بقيت add copy هاي زائد لايف، نضيف لللايف كراكت برضه. بعدين add new case، ليش new case؟ add copy أحسن، add copy corrected long term. long term هاي بجي على combination add new combination بسميه deflection هاي that's that line مع that مع long term هذه بدها تكون ناقص واحد، هاي ناقص واحد. بجي بصور رن هلا، هاي ارب سلاب هذا ملف. هاي الديفليكشن جاهز، بجي على الديسبلاي شو ديفورمد شيب، هاللود كومبينيشن على الديفليكشن، هاي هون 16 ميلي وفي السبعة 13 ميلي، نجي على 16 ميلي اللي هون. هاي نجي على دلتا ليميت تساوي 6000 لسبان على 240 بتطلع 25 مليمتر. هذا دلتا ليميت، الدلتا كومبيوتد 16 ميلي. اذا سمك العقدة كافي، اذا سمك العقدة كافي ما فيش فيها اي مشكلة. واكيد السبعة في سبعة مدققة تاني، لانه اذا 16 اذا هذيك دققت فاكيد هذيك راح تدقق لانه سبينها اكبر هذيك. اذا الديفليكشن ما فيش فيه اي مشكلة، خلاص هيك احنا دققنا الديفليكشن. لقيت نجي على شغلة تانية، نجي على الحديد، نجي على الحديد هاي راح أفك الإفل، أسمي باسم تاني save as، أسمي design، راح أسمي design. أول إشي بلزم إني أرسم الجريدز، هاي باتجاه الإكس الجريدز، هاي باتجاه الواي الجريدز.
هي رسمت الجريدز بالاتجاهين. هلا خليني اقيم البيمز واشوف العرض واعدلهم. هذه بدها تعديل. هذول عدلناهم. إذا بتتذكروا هذه كانت قديش، هذه كانت الكولوم ستريب من الأسفل متر ونص ومن الأعلى متر وخمسة وسبعين. عشان البرنامج يصير أسرع في الحال بجي على اللود كيسز هذه ولا خلاص أنا مش بحاجتهم، أنا اتأكدت من الديفليكشن وبصورهم. خلينا نشوف الشير. هوني ما فيش فيه مشكلة للشير لأنه يعني إذا الـ 5VC أكبر من الـ VU بنصمم شير عادي، بس خلينا إحنا نتأكد. بجي على الديسبلاي شوف ستريب فورسز على أعلى واحدة، هذه الأعلى واحدة، وبجي على الـ A وبجي بشوف شو ستريب فورسز. بديش المومنت، بدي الشير، بدي الشير. عندي أكبر شير 130، 130. خليني لازم أرجع مسافة دي، الدي اللي هي 28 سنتي، 28 سنتي. قديش هوني؟ 570. بدي أرجع 5 متر 55، يعني 124. إذا الـ VU لأكبر وحدة أنا اخترت، مليتش اخترت هذه، جيت VU 124. هل إيه بجي بسوي حساباتي؟ هاي الـ VU تساوي 124 كيلو نيوتن. هذا لكل ستريب، لكل ستريب، وتساوي 124 على 3 متر 25، لأنه عرض الشريحة أكيد صارت لكل متر الـ 124، فأجي بضربها في 0.52، راح يصير الجواب 124 تقسيم 3 متر 25، 0.52 تطلع 19.84. 5VC تساوي 0.75 على 6 في جذر FC برايم اللي هي 24، في B اللي هي 12 سنتي، في D D تساوي 32 ناقص 4 سنتي يعني 0.28. هاي 0.75 تقسيم 6 في جذر ال 24 في 0.12 في 0.28، 10 أس 3 عشان نحولها لكيلو نيوتن 20.5، 20.6. بس خلينا نتأكد من هذا الرقم كمان مرة. احنا بدنا نرجع، قول 25 سنتي بدي أرجع مش 28. 5 متر و75، 5 متر و55 شكل 5 متر 55.
25، يعني ما فرقش شيء بسيط جدا. خلاص تمام. ليت نو شير رينفورسمنت از ريكوايرد، يعني بتقدر تحط الكنت اللي بدك اياها. ما زبطش بتصمم عادي، بتصممها على ايتم 3. اذا هذا هو الحسابات. تمام. اذا هذا الفيو، هذا الفيو فيو لكل ريب. فيو لكل ريب 924، هيك تحولتها انا لمتر. بضربها في 52 عشان تصير لكل ريب. هذه الفوقانية لكل ستريب. فقارنتها مع الـ 5VC 0.75. تمام. هي في 10 أس 3 هون ناقصة، هون في 10 أس 3 عشان نحولها لكيلو نيوتن. بتطلع 20.6 كيلو نيوتن. هيك أنا بكون صممت الشير. إذا بتقدر تحطها هاي 8 لكل 25 سنتي إذا بدك، لأنه no shear reinforcement is required for practical purposes. هالآيتين نجي على التصميم، نجي على الديزاين، على display شو slab design، على strip method، على layer 8. نجرب typical. هالآيتين نبدأ نجرب. بدي أجرب سفلي فاي 10 وال 260، هذا الرقم ثابت قلنا خلص ما بتغيرش. فاي 10 لكل 260 نوعا ما كفت. والعلوي فاي 12 لكل 260 ما كفاش. إذا بجرب فاي 2 فاي 14 كفى. إذا فاي 10 السفلي فاي 10 كفه. لاير بي نوعا ما هذه اشي بسيط راح يكون. تقدر هذه يعني تقدر تسويها 10 او 12 ما بتفرقش. 10 ماشي حيلها ما فيش فيها اي مشكله. حطيت سفلي فاي 10 ما في اي مشكله. هاي خلص خلينا نعتبرها انها كلها 12 سفلي 12. وهون هون هاي تيبيكال، تيبيكال جرب 12 علوي. وين ما كان مكف 12 حتى يمكن 10 بكفي. وين ما كان بكفي 10 الا هون بدي اكثف ايش فاي 14. مش تكثيف، هو حديد كامل. لقيت عشان نرسم الحديد لازم نروح على العشر، عشان اذا بدك تعرف الطول، اذا بدك تعرف الطول هاي باتجاه ايه مثلا، طول الحديد قديش بيلزمك لفاي 14. طبعا لفاي 14 هاي بتحط الماوس هوني، هاي 6 متر. لما يصير 20 ملي، خلينا نقول 20 ملي قديش. شوف الستريب قديش 248، بلاش 20 ملي خلص خليها للأخير. قديش هون كله؟ طيب خلص للنهاية. هون السنتر 6 والنهاية، والنهاية قديش؟ 8 متر و40، يعني 240، 240 هون لهوني. وقديش هون مثلا؟ 17 ملي خلص. إذا 240، 240، 240 في 2 4 متر و80. هكذا إحنا بنسوي. هاي طلعت الرقم الأول، طلع x1 كانت 6، x2 كانت 8.4. طول الحديد يساوي 8.4 ناقص 6
زائد 6.5 على 16 كل مضروب في 2 هذا طول الحديد راح يكون عندي. إذا 8.4 ناقص 6 زائد 6.5 تقسيم 16 اللي هو الكلير سبان على 16 مضروب في 2 طلع 5 متر 88 يعني بده يكون 6 متر طول الحديد عندي. طول الحديد 6 متر. خليت بروح على عتير بقول له هاي عملية الرسم. عملية الرسم عندي السبين 6 7 6 عرض السبورت 50 هاي الرب عبارة عن هذه العملية بس عملية رسم يعني أنا مش راح أخذ نتائج من العتير إلا أطوال الحديد لأنه هو برسم لي إياهم أسهل. عشان هيك أنا بدي من دون أبلاي سيلف ويت ولا من دون إشي ديزاين على الديتيل. أنا اللي بيهمني هو الديتيل. خليني أحولها لرب حولها اثنينات اوكي بدي اجي على الايديت هذا وانا بدي اياه يخرج 3 متر من هون بدي اياه يخرج 3 متر او من هون هاي بقدر اقول 600 على بوث سايد هاي 600 على بوث سايد ستة متر كويس. قلت الإيديت لهذا هاي 200 على البوث سايد خليها 250 مثلا هاي 250 على البوث سايد هاي الحديد هذا بقصر طوله هذا بقصر طوله طبعا بديش اياه ما بدي اياه بديش اياه ب90 هوك ما بديش اياه الهوك هذا اللي بحطه صفر وهذا كذلك الامر بدي احطه صفر خلينا أقصر طول هذا شوي وأنا لو دمجتهم بيمشي الحال برضه بنفع أدمج هذا مع هذا وأدمج هذا مع هذا هاي كومباين بيمشي الحال إني أدمج هذا مع هذا قديش طول الكلي 9 متر إذا بدمجهم مش مشكلة دمجتهم أو ما دمجتهم مش بيأثرش كتير خلاص بديش أدمجهم بس ده أقصر طوله هاي الشيب هاي هذا بدي أقول مش على الشيب على الإيديت أحسن هاي على الإيديت خلينا أقول إنه طوله 300 الليفت سايد اللي بده تغيير عليه ل 300 هي 350 على برضه هاي 400 كويس 300 هاي شيب هاي 55 330 خليها 4 متر أنسب هاي إيديت 400 على الليفت سايد وهون نفس الإشي هاي إيديت 400 على الرايت سايد وهاي شيب وين الشيب بدي أراجع شوي أقول
24 سنتي ارجع عشان ارتب الحديد هذا جاهز. يمكن ادمج هذا مع هذا اذا بدي، يطلع طوله 9 متر تقريبا، وهذا مع هذا ممكن ادمجه، ممكن اخليهم زي ما هم مش مشكله. طيب هذا جاهز، هاي هذا بدي اسويه 700 على البوت سايد، ما كتير 700، هاي 650 على البوت سايد. هذا ممكن خرج شوي 100 من سبورت رقم 4، سبعة متر ونص على البوت سايد، هاي 750 على البوت سايد، أساس إنه يشرك كامل عند السبورت. هذا قلنا 650 على الرايت. بدي أرجع شوية من غادي، هاي الشيب، هذا الرقم لازم دائما يكون 20 زي ما أخذنا. هيك تجهز العقدة، كيد جاهزة، وهذا موسط، خليني أوسطه 300 بالضبط، هاي 300 بالضبط. هيك احنا فرضنا الحديد، اتخذنا على الأوتوكاد، هاي على الديسكتوب، خليني أسميه سلاب. هاي كنترول سي، بدي اودي على العقدة هذي، هاي كنترول زي، هاي بدي اسوي له سكيل نص، هاي نص، هاي بلزمني عقدة افضي عليها، هاي كوبي، خليني اخذ هذي. سيلكت على اللون عشان افضي الطوب، هاي الطوب، هاي جرين، اختار الجرين، ليش خليني اطفي قبل احسن، اطفي كل اشي، شوف وين موجود هون، ايش الاشي هذي عليها. هذا أنا أشوف حاجته وأرجع زي ما كان، وهاي بدي أسوي موف لهدولا للحديدات هدولا، هاي بدي أختار من هون أوديهم على هون. هاي أنا خلصت، هاي الحديد الأول 2.16، ومش 2.16 طلع عندي 2.14، لازم هم تعديل هدول كلهم. هاي بيرسنت، بيرسنت سي بيطلع الفاي، وهي 14، عدل الباقي زي ما تعلمنا. هون 2.14، هاي 2.14، فيش سبيسنج عندي هوني، ما بقولش فاي 14 كل 26 سنتي، 2 فاي 14، وهون كله تحت خليه 2 فاي 12، هون 2 فاي 14، بضل ارسم يو هوني زي ما علمناكم، 50 سنتي ب 50 ب 50، هادي اليو، هاي اورثو، هاي بوينت 5، بدي اطرح منها صوت العقد 32 سنتي، خلينا قيمة 2 من فوق و 2 من تحت، هاي 4. هاي 28 من هوني، هاي 28
28.28.28.28 ومن هون 0.5 اوفر اليو اوفر هي يو هذه بتنحط بدل الهوك من تحت من الاسفل المعلم نحط هوك 50 سنتي هذه قديش لازم تكون 50 سنتي بدل وهذه 28 سنتي وهذه 50 سنتي خلص هيك تجهز الحديد بدي واحدة زيها وبترتب باقي الحديد والاتجاه الثاني نفس الاشي هيك بكون خلصنا التسليح طيب ليت نجي للجسور نجي لتصميم الجسور في عندي جسر هذا 30 × 60 عندي جسر 120 × 32 راح أبدأ تصميم الجسر اللي هو 30 × 60 بدي أرجع للسيف يعني بدي أرجع للسيف عشان تصميم الجسور في عنا طريقتين في تصميم الجسور في عنا طريقتين في تصميم الجسور الطريقة الأولى هي أرجع للجسر زي ما كان الطريقة الأولى إني مباشرة من السيف إني أخذ الصورة بس بلزمني إني أعلم العقدة أقولها أساين وأقولها بروبرتي موديفايرز وأجي ألغي إنه العزومة تروح لهذا الحكي معناته إنه كل العزوم تنتقل من العقدات للجسورة يعني أحمل الستيفنس تاع الجسر العقدة أحمل هيك أنا بحمل الستيفنس تاع الجسر بدي أحمل الستيفنس تاع الجسر طبعا في تفصيلات للكود قديش نسبة كل واحد بس أنا هيك للتبسيط بلغيها كلها في نسبة بين قديش ستيفنس الجسر لستيفنس العقدة أنا راح ألغيها كلها راح أعتبر إنه الستيفنس للعقدة مش كتير وبالتالي بدها تنتقل الأحمال من العقدات للجسورة في طريقة تانية إنه ينتقل جزء من الأحمال من العقدات مباشرة للأعمدة هذه الطريقة أنا ما بدي أستخدمها بدي أعتبر إنه طريقة الأحمال تروح للجسورة ومن الجسورة تنتقل على الأعمدة بهذه الطريقة أنا بكون حققت إشي أخلي أي إشي عليه الممبرين بخليه زي ما هو ما فيش مشكلة أي مشكلة عليه طبعاً باجي بختار كل الجسورة هاي سيلكت كمان هاي سيلكت بروبرتيز للجسورة كلها بختار هدول وبجي بقول له assign beam property modifier بقول له ما بديش تورشن ينتقل للجسورة ما بديش اي تورشن ينتقل للجسر وبسوي run بجي اختار هذا البيم لحاله هاي فيو شو سيلكتد اوبجكت اونلي هاي انا اخترت هذا الجسر لحاله اتفرج عليه بجي بقول له ديسبلاي شو بيم ديزاين بقول له ابلاي يعطيني قديش الحديد اللي جاي عليه هاي هون مثلا اذا بدك تشوف قديش بالضبط جاي عليه الحديد قرب عليه ورايت كليك هيك هاي هون الاريا اوف ستيل 7.3 و طبعا هذا اقل من المينيموم لازم يعني البرنامج المينيموم فيه مش دقيق ف
فأنا بحط المينيموم، أنا بحط المينيموم وهوني سبعة، إذا 7.3 للجسر في النص 7.3 و 289 ملي اللي هي تقريبا 2.9 سنتي، هدول هم هذا هو الحديد اللي لقيتها جاهز ماشي الحال. هلقيت طول الحديد من هون إلى هون، وكيف بروح برسمه؟ بروح برسمه على العتير، بروح برسمه على العتير. هذه الطريقة الأولى، كيف أنا رسمت الربع على العتير قبل شوية، بجي برسم الجسر برضو على العتير. هاي الحديد موجود عندي، بدي أدخل الحديد هون 7.3، بدي أدخل هون المينيمم، المينيمم ما بطلعش 3 لأنه أنا عندي الجسر هاي مثلا 1.4، يعني بدي أحسب المينيمم الدقيق اللي عندي من الرسام، هاي الرسام، فبدي أجي أحسب المينيمم ما بطلع هالقد، ما بطلع هالقد المينيمم، في المينيمم عنده مشكلة يبدو. هاي بجي بقول الاريا اوف ستيل مينيمم حسب الكود الامريكي 1.4 على اف واي بي دبليو في دي وتساوي 1.4 على 420 في بي دبليو اللي هي بوينت او 300، خلينا نقول هاي 300 في دي اللي هو 60 ناقص 6 سنتي 56 سنتي. قديش المينيموم هذا مثلا؟ هاي 1.4 تقسيم 420 في 300 في 560 تطلع 560 ملي، يعني 5.6 سنتي، وحاططها تقريبا 4. مع هذه هي الصح، هذه هي الصح، هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية من الاريا اوف ستيل مينيموم لو جيت احسبها برضه بتطلع نفس، يعني شيء قريب بتطلع هاي area of steel minimum تساوي 0.25 جذر ال 24 على ال 420 في 300 في 560 وتساوي هذه المعادلة الثانية، هاي 0.25 في جذر ال 24 تقسيم 420 في 300 في 560 تطلع 490. 490 إذا الاريا اوف ستيل مينيمم، إذا الاريا اوف ستيل في هذه الحالة طلعت زي ما طلعناها قبل شوي 5.6 سنتي اللي 560 ملي، يعني مربع طبعا ملي متر مربع. البرنامج ما بيطلعش المينيمم دقيق، معناته أنا لما أجي على العتير ما بدي أجي أرسمه هذا الجسر، شو بجي بسوي؟ بقول له طول الجسر 7 6 7 6، الاريا اوف ستيل هون طلعناها 7.3 اكبر من المينيموم، هذه بستبدلها من المينيموم وبرسمها. كيف برسم الحديد؟ بحط الماوس هون وبحط الماوس هون وبوجد طول الحديد. هذه الطريقه الاولى، هذه هي الطريقه الاولى. نيجي على الطريقه الثانيه، هلقيتها نيجي على الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه استلزم مني view show all object، برجع كل اشي زي ما كان. الطريقة الثانية بدي اخزن هاي save as، بدي اخزنه design 2، خلينا اقول انه هو design 2، هاي design 2. الطريقة الثانية اختار لي الصورة كلها، هاي select، هاي دا اختار لي الصورة كلها، هي اخترتها وبدي امسحها. هاي مسحتها. انا عشان اعرف قديش الديستريبيوتد لود اللي جاي على الجسر برسم مكاناتهم جدران. بجي على الجدار هنا بقول له هذا ارتفاعه، لازم يكون عندي جدار واحد وجدار اثنين، هذا ارتفاعه 0.6 نفس ارتفاع الجسر، وبجي برسمه من هون لهون. هاي هدول الجدران. الثاني هذا بول واحد اسمه، هاي define على البول properties، هاي modify، هاي 300 سو 600 غادي. أنا قديش رفع قديش أنا خربشت هون، هاي بدي أختار الجدران كمان مرة، هاي البول، هاي البول
والز هاي والز هاي موديفاي عرضه 300 والجسر العداير عرضه 300 وارتفاعه 600 عرضه. طيب هيدا اقول له هذا الجدار هذا ابو 30 في 60 بدي اسميه هاي 30 في 60 اللي هو يمثل الجسر. وفي عندي كمان واحد هاي اد كوبي جدار تاني ارتفاعه عرضه 1200 صحيح وارتفاعه 1220 سنتي يعني وارتفاعه 32 سنتي. هون العرض بيعطيني بدي اقول له 1200 هون كويس. هذا الجدار اللي انا رسمته غلط هذا هاي وول خليني بس اتاكد انه والله صح. قديش ارتفاع من هون لهون هون قديش لا صح اي بوينت 6 هي شايفينها هون يبقى مش شغلط. لو حط الماوس هون بقول لي ناقص بوينت 6 معناته بوينت 6 مظبوط وعرضه 300 هذا مش رسمه غلط رسمه صح. لقيت في الوسط باجي برسم جدار بهذا الشكل جدار هاي الجدران هذا بسميه وول واحد هذا بدي اقول له الوول الثاني ابو المتر وعشرين هاي من هون لهون هاي متر ومن هون لهون من هون لهون خلص هيك جاهزين احنا بس ارتفاعه مش 0.6 ارتفاعه 0.32 ارتفاعه غلط رأيته هاي كمان ارتفاعه 0.32 يجي من هون لهون ومن هون لهون ومن هون لهون ومن هون لهون هاي تبلغ كل الأعمدة select column هاي اخترت كل الأعمدة وبسوي لها delete الأعمدة هلقيت بسوي run لل لهذه المسألة هاي 3D أنا بدي أصمم الجسر اللي هون باجي بعلمه هون هاي view show selected object يبين لي إياه لحاله هاي display show reaction force على did لحاله وهي apply بيعطيني هدول الأرقام هدول الأرقام بدي هلقيت احسبهم هذا يمثل اليونيفورم ديستريبيوتد لود اللي جاي على الجسر يعني العمليه اللي قمت فيها انا هي بس عشان اعرف قديش بده يجي على الجسر بهذه الطريقه شو هي الطريقه اني ارسم محل الجسر جدار بنفس ابعاد الجسر الجسر هذا الجدار هذا لما جيت رسمته هيو كان ارتفاعه 60 وعرضه 30 ميزة البرنامج انه لو رسمت جدار بيعطيك ايش؟ بيعطيك الديستريبيوتد لود اللي بده يجي هون من العادة. عشان هذه عملية ثانية، هي طريقة ثانية، الطريقة الأولى ايش؟ الطريقة الأولى اللي حسبناها قبل شوي، الطريقة الأولى اللي حسبناها قبل شوي، الطريقة الثانية هذه هي الطريقة الثانية انه بدي أشوف قديش بده يجي للجدار. خليت لازم أرتبهم في إكسل ونحسبهم هيك بورجيكم كيف رايحين نرتبهم باكسل طيب هلقيت نرجع احنا نرجع هذا السبوت رياكشن انا عرضته قبل شويه هاي السبان الاول ست السبان هون بنتي شايفين عندي هذا الرقم 25.05 هي بخلي هذا الرقم 3.735 هيو بعدين 14 بعدين 14 بعدين 28 بعدين 32
بعدين 28 بعدين 22 بعدين 25. شوف 25 هو بين سبين 7 وبين سبين 6، فبدها اسمه 2. هذه الأحمال للسبين الأول، هذه الأحمال للسبين الأول، هذا معناته بدها اسمه هيساوي هذا الرقم على 2. لقيت هدول البوينت لود عشان احولهم لليونيفورم لود، بجمعهم وبقسمهم على طول السبان الاول اللي هو 6، اللي هو هذا السبان من هون لهون اللي هو 6. هلقيت اول شيء خليني اجمعهم، هاي يساوي هاي مجموع قوس من هذا لحد هون، بدي اسد القوس. الديد لود لاول سبان هذا مجموع الأحمال يساوي هذا الرقم على 6، معناته الحمل الأول عندي 22.5 للستة 22.5. هلقيت هذا الديد لود للسبان 6، بجي للسبان 7 نفس الأسلوب 25.3 25.913 34 39 34 25 19 25 5 3. هدول التنين بدهم تقسيم هذا الرقم على 2 وهذا الرقم، عشان هيك انا حطيته بالخانة هذي عشان ايش ارجع اسمه 2، لانه مشترك بين الستة بين السبان 6 و 7. ليت بجمعهم تساوي هاي صم هاي قوس، اجمع هدول الارقام كلهم، هاي جمعناهم، هاي نسكر القوس، هاي انتر. يساوي الديد لهذا على 7 طلع 26. اذا الديد للسبان 6 22.5 ولا سبان 7 26.6. نكمل عادي. لقيت اللايف، برجع اللايف بنفس الاسلوب، هاي اللايف وببدأ بديهم على الإكسل. هاي سبان 6 لايف 2 3 7 8 7.96 بعدين 5 والإشي المشترك 7.714. هذا يساوي هذا مقسوم على 2، بجمعهم صم هاي قوس، هاي من هذا لهذا، بسكر القوس، هاي انتر، يساوي هذا على السبان اللي هو 6. طلع اخير واحد عندي، اسوي نفس الاسلوب، هذا يساوي هذا على 2، هذا يساوي هذا على 2. لقيت هذا الصم اسمه، خليني اسميه صم، هو يساوي صم. هاي بدي افتح قوس، بدي اجمع من هون لهون واسكر القوس. هذا يساوي هذا على سبان اللي هو 7. إذن هذه هي الأحمال اللي عندي لهذا الجسر. الأحمال صارت معروفة، بروح على العتير هذي، لقيت بروح على العتير من دون ابلاي سيلف ويت طبعا في العتير. هيك بجي بقول له مين منه، هاي نيو بيم، لقيت ابعاده 6 الجسر 7 6، العمدان كلها عندي 50، عرض الجسر ضروري 30 ب60 الارتفاع، هاي 30 ب60 ونوع بيم ومن دون ابلاي سيلف ويت لانه حاسبه السيف، الابلاي سيلف ويت حاسبه السيف. هاي بجي هون مباشرة بجي على اللود، هاي يونيفورم، هاي انسلكشن 22.5 22.5 و5.73. إذن
22.5 5.7 طيب الايت السبعة 22.5 26.6 و7.2 إذا 26.6 7.2 إذا 26.6 7.2 شكرا هاي 26.6 ضد الأسبان 7 واللايف للسبعة 7.2 وان هذا بكرره اللي هو 22.5 5.7 هيك كده احنا نكون خلصنا هيك بجي تصميم عادي عليك بجي تصميم عادي بقول له reinforcement صمم لي على الفيس الفواء 420 تمام الشير بنفس الاسلوب بدي يصمم لي على 420 طيب هيك خلصنا نكون احنا خلصنا ضل علي افرده تفريد عادي ولا شيء هيك تجهز هذا الجسر تفريد زي ما تعلمنا انه انفرد ما في اي مشكله هون انا بقول 3 قضبان كفايه 3 قضبان كفاية لأنه الجسر فيها وبتفرد عادي ما فيش فيه أي مشكلة وإذا بدنا نشوف الكنات نقدر إنه نشوف الكنات بكل سهولة فاي 8 ما يطلع فاي 8 لكل 20 ماشي حلو ما فيش بدوش كتير فاي 8 لكل 20 لو رجعنا للديزاين هيطلع هون 7.4 4.4 وهذا طلع على المينيمم 5.4 لو جينا لايش اللي حلناه اول ما في شيء اللي حلناه اول ديزاين واحد يمكن اصلا هذا يمكن انت في التاريخ هو هذا انت في التاريخ 14 هو هذا الحل شوف شوبين ديزاين بدي اختار بس هذا قارن بين الطريقتين هاي فيو هاي 3D هاي ديسبلاي شوبين ديزاين هاي 7.4 هون 7.3 طلع هون 7.3 طبعا هذه بدي اسويها زي ما بسويت العتير هذه الطريقه الاولى وهذيك الطريقه الثانيه هذه الطريقه الاولى وهذه الطريقه الثانيه ضل اورجيكم الشير هون كيف بنتحسب هاي ديسبلاي شوبين ديزاين ترانسفير شير طلع على المينيمم طالع على المينيمم 280 طالع 280 ميلي طالع 280 ميلي شو طالع معنا هون الشير طالع على المينيمم برضو هاي جليت الشير طالع هاي اي في
اي في مينيمم طالع 280، طالع 280 مليمتر. شو 280 ولا ايش؟ لو جربت فاي 8، لو جربت 2 فاي 8 لكل 20 زي ما هو العتير مساوي، يعني فاي 8 لكل 20 تطلع 2 في 79 على بوينت، 2 في 79 قسيم بوينت 2 تطلع 790. هذا تقريبا نفس التصميم. هذا بالنسبة لتصميم التوير بسلاب. كذلك الأمر تصميم إيش؟ تصميم العقدات التوير بسلاب، تصميم التوير بسلاب، وتصميم الجسورة. ليت آخر موضوع راح أجي اللي هو الوان وير بسلاب. خليني أجي على هذه مثلا. هذه العقدة اللي أنا صممتها أول واحدة، هي ريب سلاب انترنال ريب، هي هذه. وهاي لو سويت لها اكسترود فيو راح تكون بهذا الشكل. طبعا هذا النظام الإنشائي ممكن ألغي هدول الجسرين، هذا الجسر وهذا الجسر، هذا الجسر وهذا الجسر. هاي بدي ألغيهم، سكر القفل. هاي بدي ألغي، هاي أنا لغيتهم، وأحول النظام الإنشائي كله لإيش؟ لون وير بسلاب. حوله لنظام وان وير بسلاب. كويس. طيب أنا تبلزم إني أعرف، إحنا لقيت في موضوع الوان وير بسلاب خلصنا التوي، بجي بقول له سلاب بروبرتي، هذه نيو بروبرتي، بقول له one way، هاي one way ريب سلاب. بجي بختار من هون الريب، بقول لي بدك الريب لوكال واحد ولا لوكال اثنين، بقول له لا بلوكال اثنين لازم يكون الريب، لازم هيك اتجاه الريب. نفس الارقام، هاي 320، هاي 8، هاي 120 120، اللي هو الرب من الأسفل والأعلى، وهذه 520 واحدة العظيمية. أوكي اسمها one way، هاي one way. هاي ده أقول له save as، هاي ده أسميه مثلاً كده. هاجي أختار هذه، أقول له assign، أقول له حول لي إياها ل one way. هاي one way. طبعا ما بفضلش هذه الطريقه لانه عتير موجود عندنا. هيو شايفين كيف اتجاه الربس، لانه عتير صار موجود عندنا، تقدر تستعمل عتير. بس طبعا الوان واي دائما اوفر، بس مشكله الوان واي بدي اضطر اسوي هذا دروبي مرات لما بدهم يروحوا يلغوا الجسوره عشان تصير نفس سمك العقده، وحطوا جسوره زي بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه، حولوها لتو وير بسلاب. اذا من خصائص التو وير بسلاب انها بتلغي لك الجسر، إنها تبغي لك الجسر. هذا بالنسبة لمحاضرة اليوم. هلقيت أنتوا مطلوب منكم تسلموا، مش الأحد هذا، مش بكرة يعني، مش 15/3، بداية الأسبوع الجاي الأحد، تسلموا على النحو التالي. هاي أنا راح أرفع لكم، هذا، راح أرفع لكم هذه الرسمة وهذه الرسمة. طبعا متغيره اكس 1 اكس 2 اكس 2، هذه لازم، هذه اكس 2، هذه اكس 3، واي 1 واي 2 واي 3. هلقيت مطلوب منكم انكم تصمموا زي هذه العاده، وتصمموا الجسر، تصمموا الجسر بالطريقتين وتبعتوا لي اياهم يوم الاحد، مش بكره، مش 15/3، الأسبوع القادم، الأحد القادم، تبعتوا لي إياهم على الإيميل. طبعاً مطلوب منك إنك تبعت ملف أوتوكاد، ومطلوب منك تبعت ملفات السيف. طبعاً بالنسبة لملفات السيف اللي بيلزم منهم بس إيش؟ ملف واحد، بتعرفوا أي ملف؟ الأخريته FBD،
يعني الاكستنشن تاعه اللي بكون الاكستنشن تاعه اف دي بي هو اللي بتبعته، تبعت ليش اياه كله لانه كبير. الاف دي بي اصلا بيطلع ملف كثير صغير، يعني بيطلع ملف كثير صغير. هيك لو جيت على الكاد وجيت في سلابس هون مثلا، وين انا بغيت اخذه؟ سيف اس الديسكتوب بقى ياخذ. هاي هاي هون لهذا هذه الملفات حجمها كثير صغير، هذا هو المطلوب انك تبعته. ملف السيف الاكستنشن تاعه اف دي بي وملفات الاوتوكاد. مطلوب منك انك تصمم العقدة تو واي، مطلوب منك انك تصمم الجسر بالطريقتين وترسم الحديد على العقدة وترسم الصورة وتاخذ فيهم مقطع بالطريقتين، بطريقة انك ترسم الوولز. والطريقة الثانية، الطريقة الأولى مش الطريقة الأولى، انك تخلي العقدة الاستفنس معها قليل وتروح ترسم تستعمل العتير فقط للرسم. الطريقة الثانية انك تحط وولز محل البيم وتاخذ الرياكشن وتروح على العتير تدخل اللودز. كويس هلقيت، بس كل واحد له مسألة، راح يكون مش راح تكونوا انتم كلكم نفس المسألة. هي عندك x1 x2 x3 y1 y2 y3، راح تكون السبانز مختلفة. انا هذه الرسمة راح برضو تلاقوها في ملف الاوتوكاد، تيجي على رقمك الجامعي بتشوف x1 x2 x3 لك، y1 y2 y3 هذه المسافة بين الأعمدة، هذه المسافة بين الأعمدة. بالنسبة للجسورة اللي على الدائر 30 في 60 خدو، وفي الوسط متر وعشرين في 32 سنتي. الأحمال زي ما أنا ماخدها 5 و3، وبتبعتوا لي إياهم. راح أبعت، راح أرفع على الموقع الإيميل اللي رايحين ترفعوا لي الملفات عليه. والديدلاين بدك تسلمهم مش الأحد، بكرة الأحد الأسبوع القادم إن شاء الله. يعطيكم العافية. وإذا حدا بده سؤال يا بتواصل مع المساعدين يا بتواصل معي، ما فيش أي مشكلة. إذا عنده أي سؤال أو إشي مش فاهم، أعطيكم العافية، مع السلامة.